انسايدر، الحياة الجامعية في مصر. انا محمد عناني، ايفنتس بلاننج هيد انسايدر جي سي. تقدر تشوف كل اللي بيحصل في جي سي على تن تي في. خير، انا هديك صبحي جورناليست من مجلة انسايدر، وان شاء الله تقدروا تعرفوا كل اللي انتم محتاجينه عن جامعة اسكندرية على قناة تن تي في. تابعوني. انا محمود امين، رايتر في انسايدر مودرن اكاديمي، تابع اخبار مودرن اكاديمي على قناة تن تي في. انا دعاء العسل، انترفيوز هيد السيدة المنوفية، تقدروا تتابعوا كل أخبار جامعة المنوفية على تن تي في. أنا دي نورا نجيب، نيوز اند ريبورتنج هيد في انسايدر جي سي. دلوقتي تقدروا تشوفوا كل حاجة بتحصل في الجامعة الألمانية على قناة تن تي في. هاي، أنا إيفرونيا، ماركتر في انسايدر مودرن أكاديمي، تابعوا أخبارنا على تن تي في. أنا نايف مشط، وايس هيد تيم برودكاست انسايدر المنوفية، تابعوا أخبار جامعة المنوفية على تن تي في. هاي، أنا لنا أحمد، اكزيكيوتيف كوردينيتور انسايدر جي سي. دلوقتي تقدروا تعرفوا اللي بيحصل في الجامعة الألمانية على تن تي في. أنا ماجد نبيل، إيديتور إن شيف إنسايدر جامعة المنوفية. دلوقتي تقدروا تتابعوا الأحداث اللي بتحصل في الجامعة المنوفية على قناة تن تي في. هاي، أنا أميرة، أو سي في تيم إنسايدر مودرن أكاديمي، تابعوا أخبارنا على تن تي في. أنا باسل عبد ربه، ديزاينر زاد إنسايدر المنوفية، تقدروا تتابعوا أخبار جامعة المنوفية على تن تي في. أنا ريم محمد، إيديتنج هيد إنسايدر جي سي. دلوقتي تقدروا تتابعوا كل اللي بيحصل في الجامعة الألمانية على تن تي في. أنا أسامة حسين، جورناليست من إنسايدر إسكندرية، ودلوقتي تقدروا تعرفوا كل اللي بيحصل في جامعة إسكندرية على قناة تن تي في. أنا أروح شين، ديزاين هاش فروم ذا انسايدر دي يو سي. دلوقتي تقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل في الجامعة الألمانية على تن تي في. انسايدر بتسلط الضوء على الحياة الطلابية أو بشكل أشمل على الحياة الجامعية. ما عندناش أجندة معينة وما عندناش سياسة معينة بنتبعها، على قد ما احنا مهمتنا الأساسية إن كل حدث بيحدث داخل الحرم الجامعي أو خارجه يؤثر على مجتمع الجامعة، سواء الطلاب أو الإدارة أو الأساتذة أو حتى العمال، إن احنا نسلط عليه الضوء ونطرحه لمناقشة مجتمعية من خلال الموضوعات اللي احنا بنكتبها ومن خلال الأدوات الصحفية المختلفة. تجربة انسايدر يعني وضحت حاجة مهمة جدا، انه ممكن يبقى فيه خبر. احنا بالنسبة لنا يعني ايه خبر كبير؟ يعني معروف انه يعني للأسف الحاجات اللي فيها ناس بتموت او فيها اصابات او غيره. اوكي، تعال نفترض ان في امريكا اللاتينية مثلا حصل خبر ما، حصل فيه ضحايا كتير، خبر كبير مهم كويس. لكن الحقيقة لو ركزنا انه ممكن يبقى خبر من يبدو ان هو اقل اهميه كتير، ان في شارع بيحصل فيه اصلاحات في ورا جامعتي، ده اهم 100 مره من اي خبر تاني مهما كان حجمه، لان الخبر بالشكل ده هو ده اللي بناء عليه اصحاب المجتمع الصغير ده هياخدوا عليه قرارات. هيقرروا اوكي، فانا هظبط مواعيد خروجي، مواعيد دخولي، علشان انا ما اتاثرش ما تاذيش. هو ده جمال اللوكاليزيشن في انسايدر. احنا في انسايدر عندنا ميثاق صحفي محترم جدا احنا حاطينه لنفسنا، لان احنا مؤمنين جدا بفكره الرقابه الذاتيه. فاحنا حتى الستاندرز اللي احنا بنستخدمها في الصحافه اصعب بكتير قوي من الجامعات بتحطها لنا. يعني اصلا في جامعات مش مهتميه خالص، فهي اصلا ما عندهاش ميثاق صحفي يعني. وفي جامعات اخرى عندها ستاندرز معينه، بس حتى الستاندرز بتاعتنا اصعب شويه. مره في الجامعه الامريكيه مثلا في طالب غرق حمام سباحه، فاحنا خبر جالنا وكان ممكن نجري نكتب غرق طالب بالجامعه الامريكيه بخير. طيب هل احنا عملنا كده؟ الاجابه لا، لان ده في الحقيقه كان ممكن، او يعني هو مش ممكن، هو ضيع علينا الصفقة الصحفي في جريده اخرى كتبت الخبر قبلنا. طب احنا ليه ما كتبناش؟ لانه مجتمع الجامعه الامريكيه مجتمع فيه 6000 طالب، عندهم 12000 اب وام، غير بقى الجدود والاصحاب والعيله والاخوات، اتكلم على اولموست 20000 بني ادم. لما نكتب خبر اسمه غرق طالب بالجامعه الامريكيه بالقاهره، ده معناه ان في 20000 بني ادم هيجي لهم بانيك اتاك. 20000 بني ادم عايزين يكلموا ال 6000 بني ادم الموجودين جوه الجامعه، يتاكدوا هو ده اللي غرق ولا لا، هو كويس ولا لا، وهكذا. فاحنا بالنسبه لنا فكره الساق الصحفي او ان انا احط شويه عناوين مفرقعه عشان اجيب حبه شيرز ولايكس على فيسبوك اكتر، مش هو ده المعيار او المبدا اللي احنا بنشتغل بيه. من التقديرات الكبيره اللي حصلت هي انه جريده يو اس اي توداي يمكن تكون ثاني اشهر جريده امريكيه، عندهم محرر شاطر لقط الخيط، عرف انه في جريدة طلابية قد تكون الأولى في مصر، وتواصل معايا
وقال لي انا عايز اعمل حوار معاك، انا عايز اسلط الضوء على التجربه دي. وده اللي حصل، بعت لي اسئله جاوبتها، اتناقش معايا في كل حاجه. ففخر كبير طبعا انه جريده امريكيه هي تاني اشهر جريده في امريكا يقرروا يعملوا حوار مع واحد عمل مشروع في الجامعه. انا نفسي وانا ببتدي ما كنتش عارف اوصل ليه لفين. احنا في ابريل من كل سنه بنعمل مؤتمر انسايدر للصحافه الطلابيه، ده المؤتمر الوحيد اللي في الشرق الاوسط وافريقيا وربما يكون في العالم اللي معمول بس للصحافه الطلابيه. ايه الهدف من المؤتمر ببساطه؟ انه احنا عندنا انسايدر شغاله في 12 جامعه مختلفه طول السنه، الفرق المختلفه دي شغاله وبتتعب، عندها محتوى كتير بيخرج سواء على المستوى الاداري او على المستوى الصحفي. فدي بتبقى فرصه ان كلنا مع بعض نحتفل بالمحتوى الكبير اللي خرج على مدار السنه، كمان فرصه ان يبقى في تنافس بين الفروع المختلفه. احنا عندنا 21 جائزه بيتوزعوا جوه المؤتمر، منهم جوائز صحفيه ومنهم جوائز اداريه. كل الجامعات بيكون مطلوب منها ان هي تقدم ترشيحاتها لل21 جائزه، في لجان مختلفه بتقعد تختار الافضل في كل جائزه منهم، وفي النهايه بيتم توزيع الجوائز والاعلان عن الفائزين جوه المؤتمر ده. الجائزه الكبيره خالص وهي جائزه كاس انسايدر، هي جائزه دايما بنديها لاحسن فرع اشتغل على مدار السنه، فاحسن جامعه اشتغلت في كل المجالات على مستوى العام الدراسي كله هي اللي بتحصل على الكاس ده. اي عمل ابداعي في الدنيا لو ما بيوفرش الامتاع مع الفايده هيبقى ناقصه حاجه كبيره، لو بيمتع الناس بس هيبقى رخيص في اغلب الاحوال، لو بيفيد الناس بس هيبقى ممل في اغلب الاحوال. لازم يبقى في توازن. احنا بنغطي كل الاحداث الفنيه اللي بتحصل جوه الجامعه، عندنا امثله مختلفه، العروض المسرحيه جامعه طنطا السنه اللي فاتت تم تخطيطها بشكل كبير، عندنا حدث لسه حاصل قريب قوي في الجامعه الامريكيه، كان استاذ محمد هنيدي واستاذ محمد العدل كانوا موجودين في الجامعه عشان بيعلنوا عن فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني، وكان فريق المسرح في الجامعه هو اللي مستضيفهم، فانسايدر كانت موجوده كراعي اعلامي بتصور الحدث عشان تنقله لعدد اكبر من الطلاب وكمان تنقله خارج حدود الجامعه. رسالتي اكيد لكل انسايدرز انه انتوا بتصنعوا تاريخكم، احنا بنتشرف ان احنا عندنا تحت مظله واحده مئات من الطلبه المصريين بيعملوا الشغل المحترم اللي بنفتخر بيه كلنا ده، وهم اللي بيصنعوا تاريخهم، هم كل واحد فيهم بيشكل التجربة بتاعته في انسايدر، يقدر يخليها تجربة ما ينساهاش طول عمره، لأن هي دي أحلى سنين عمرهم. شغلة انسايدر إنها تدي الناس اللي هم بيدوروا عليه. انسايدر أبليكيشن قبل كده؟ تقريبا مش عارفة. لا. انسايدر في ام ايو ولا بره الجامعه؟ انسايدر ابلكيشن ده حاجه عموما تقريبا يعني. وزع علينا بونبوني اول يوم في الجامعه. لا ما بقرا الارتكل ساعتها على فيسبوك. وبره الجامعه كمان يستخدموه؟ اه ليه؟ ما هو الالف ستودنت بس يعني ام ايو قصدي، بس اللي هو يبقى يعني مشهور عموما على مستوى مصر كلها، ما يبقاش مختصر على حاجه معينه. ممكن يحطوا الاخبار وكده مش بتاعت الجامعه بس، بتاعت مثلا بي يو اي، مثلا اف يو اي بتاعت جامعه القاهره كده، عشان كل الجامعات تبقى عارفه الاخبار اللي بتحصل في الجامعه، يعني كلينك بين الجامعات كلها عموما. يعني ممكن يكون مثلا ايه، يبقى في كوميونيكيشن ما بين الطلبه والموقع او السايت ده او الابلكيشن ده عامه. هو في حاجه قبلها ان انا نفسي يبقى موجود الافيلابيلتي بتاعته يعني على الاندرويد والايفون، سواء كان الاندرويد او اي او اس عامه، لان دي حاجه بالنسبه لي ازمه. ويا ريت يبقى برده مثلا في سيتنجز او اقدر يبقى في بس اكسسبيلتي، ان انا مثلا اخلي اترن اوف النوتيفيكيشنز او لو حد عنده مثلا ايشوز مع حاجه زي كده، بس ويبقى دايما ابديتد مع البيج، ما يبقاش البيج دايما عليها فيها ديلي اكتر او ديلي اقل قصدي. فيعني اضطر افتح برضو فيسبوك بيج الاقي دايما الابلكيشن ابديتد مع الفيسبوك بيج. يعني بيقول انفورميشن عن الجامعه ما نعرفها، يعني هنعرفها منه بس، يعني تبقى حاجه اكسبشنال كده. ايوه ايه الحاجات اللي يتحط فيها؟ ان هو تبقى حاجات انترستنج للستودنت نفسها، مش يعني نيوز مثلا بتاعه الجريد
نيوز لحاجة حصلت في الجامعة الحاجات دي وان هو ما يعلقش يعني. محمد سعيد اورجنايزر لسايبر اسكندرية. لو حابين تتابعوا اخبار جامعة اسكندرية استنونا على قناة تين تي في. انا مصطفى يونس رايتر في انسايدر مودرن اكاديمي، تابعوا اخبارنا على قناة تين. انا احمد سمير ماركتنج هيد انسايدر المنوفية، تقدروا تتابعوا اخبار جامعة المنوفية على تين. اي انا كارولين عماد اتش ار لوجيستكس هيد في انسايدر جي يو سي، دلوقتي تقدروا تتابعوا كل اخبار جي يو سي على تين تي. انا ريم علي سمير رئيس انسايدر جي يو سي، دلوقتي تقدروا تعرفوا اخبار الجامعة الالمانية على قناة تين تي. انا احمد ناصر اتش ار كوردينيتور في انسايدر اسكندرية، لو حابين تتابعوا الاخبار اللي بتحصل جوه جامعة اسكندرية تقدروا تتابعونا على قناة تين تي. ميرا احمد اف ار هيد في انسايدر جي يو سي، استنوا كل اخبار الجامعة الالمانية على قناة تين تي. انا زينه ياسر سوشيال ميديا هيد من انسايدر جي يو سي، دلوقتي تقدروا تتابعوا كل اللي بيحصل في الجامعه الالمانيه على تين تي. انا ميسو محمد ميديا هيد انسايدر المنوفيه، تقدروا تتابعوا كل اخبار جامعه المنوفيه على تين تي. انا نوريان مصطفى رايتنج هيد في انسايدر جي يو سي، دلوقتي تقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل في الجامعه الالمانيه على تين تي. انا يمنى ماركتنج دايركتور من انسايدر جي يو سي، دلوقتي تقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل في الجامعه الالمانيه على قناه تين تي. انا محمود الدوشي كتب جورنال من انسايدر جامعه المنوفيه، لو عايزين تعرفوا اللي بيحصل في جامعه المنوفيه تابعونا على قناه تين تي.